قال وقوله اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. اتخذوا أي النصارى، بدليل ما جاء في الآية قال والمسيح ابن مريم. وقد اتخذ اليهود غير الله سبحانه وتعالى آلهة وكفروا وأشركوا بالله، ولكن الآية عنت النصارى بدليل قوله تعالى والمسيح ابن مريم، لأن اليهود أصلا قالوا المسيح ما نبي ذاته، النصارى قالوا المسيح الله وثالث ثلاثة، وقالوا ابن الله برضو. اليهود قالوا المسيح لا الله، لا شريك لا الله، لا ابن الله، لا رسول لا الله، لا نبي لا الله، بل هو ابن زنا ذاته وكذاب. فالآية قصدت النصارى اتخذوا أحبارهم. الحبر أحبار جمع حبر، فيقال حبر ويقال حبر بفتح الحاء وكسرها، حبر وحبر. والحبر هو العالم عند اليهود وعند النصارى. ورهبانهم، الرهبان جمع راهب، والراهب هو العابد عند اليهود والنصارى. فهؤلاء النصارى اتخذوا علماءهم وعبادهم أرباباً جمع رب، فتجمع أرباب وتجمع ربوب بضم الراء، ولذلك يقال توحيد الربوبية بضم الراء كما قال ابن منظور، تجمع على أرباب وعلى ربوب بضم الراء. أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، شوف الناس اللي اتخذوا المسيح رب من دون الله سبحانه وتعالى، مع إن النصارى بيقولوا المسيح ده صلب وقتل، عشان كده بيلبسوا الصليب معلقين فيه صورة زول في الصليب ذاته اللي لابسينه. الزول ده منه؟ قالوا ده المسيح، قتلوه وصلبوه ونحن لابسين الصليب. طيب يكون المسيح هو الله كيف؟ وقد قتل وصلب وانتوا معترفين عشان كده لابسين الصليب معلق فيه وقلتوا ده عيسى، فكيف يكون الله؟ وقد قتل وصلب كيف يكون الله؟ شكل عقيدة النصارى دي عقيدة غريبة لا يصدقها عقل عاقل أبدا، وما بتحتاج إلى أدلة كثيرة، زول بس عاقل لا يمكن يكون نصراني أبدا. أنت قلت عيسى ده الله، في نفس الوقت تقول كتلوه صلبوه لبس الصليب، تقول مصلوب فيه عيسى، كيف يكون الله كتلوه صلبوه كمان وربطوه بالصليب وتقول مسامير هو الله؟ كيف يكون إله وقد قهره من هو دونه من المخلوقين؟